بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة عن الرفق بأبائنا لما يكبروا، عن الرفق بأبائنا وأمهاتنا لما يكبروا في السن ويعجزوا. فين الرحمة؟ وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. يحكي لي واحد صديق لي، بيقول لي أبويا كبر في السن وبعدين أمي توفت، وأنا عايش أنا ومراتي وعندنا ابننا الصغير عايشين في بيتنا لوحدينا. فلما ماتت أمي قلت لمراتي أبويا كبر في السن وبيمشي بصعوبة وإيديه بتترعش، ما عادش ينفع يعيش لوحده، لازم يجي يعيش معنا. بيقول لي مراتي على مضض وبعد محاولات، يعني والله والله يا جماعة لا يا ستات، والله ما يصح لما يكون حد في الحالة دي، ده انت تقولي له طبعا نشيله، وطبعا حتى لو الحياة هتبقى أصعب، حتى لو في حاجات هتبقى مضايقاكي، بس هكذا خلقت الناس لبعضها، ولو مش هنشيل أبائنا يبقى خيرنا لمين؟ وافقت الزوجة على مضض شديد. جه الراجل الكبير الجد بقى أو أبو صديقي دون، يعني إيديه بتترعش وحركته تقيلة وشاعر ان هو اتلم مع ابنه ومع حفيده قاعدين على ترابيزة الاكل. الولد الصغير ملاحظ عيون الام وهي متضايقه وعمال يخزن. وبعدين اول يوم الراجل جه يمسك كوبايه، الكوبايه اتكسرت من ايده والام شاطت. وبعدين تاني يوم مش قادر يمسك الصحن والصحن وقع منه واتكسر، وبدأت الأم مش قادرة ومتضايقة، وبدأ الأب اللي هو صديقي يشعر بحرج. بعد 3 أيام اقترحت المرأة الزوجة فكرة وصديقي نفذها، اقترحت إن احنا نشيل الطبق الطباق والكوبايات من الأب لأنها بتتكسر، ونجيب له طبق بلاستيك وكوباية بلاستيك. تخيل نبقى احنا قاعدين بناكل في طباق إزاز وصيني وأبونا بيأكل في طبق بلاستيك عشان إيده بتترعش ما تتكسر الكوباية. جابوا له الطبق البلاستيك والولد الصغير بيتفرج وبيخزن، بيتفرج وبيخزن. القصة إن الراجل عاش معاهم سنة وبعدين توفى الله يرحمه، ولما توفى خلاص انتهت القصة وكتر خيرهم أهم شالوه. لكن اللي حصل حاجة مفاجأة، إن الولد الصغير بعد ما توفى الجد قام واخد الطبق البلاستيك والكوبايه البلاستيك وحاططها في الدولاب بتاعه عند الهدوم بتاعته. وجي الاب والام قالوا له انت بتعمل ايه؟ حطيت دول ليه عندك كده؟ قال لهم يا بابا عشان لما تكبروا وايديكوا تترعش اديلكوا الطبق ده تاكلوا فيه عشان ما تكسروش الطباق. الولد مش بيستعبط، الولد بيقولها ببراءه علشان الولد شاف وخزن ان هو ده اللي بيتعامل مع الناس لما بتكبر. يا جماعة كما تدين تدان، يا جماعة اللي هتعمله في أبوك وأمك دلوقتي هيتعمل فيك لما تكبر. لو خير خير ولو شر شر، عشان ولادنا بيخزنوا كل حاجة من طريقة النظرة للأف، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. يا جماعة ارحموا أبائكم وأمهاتكم لما يكبروا، عشان كده ربنا قال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. ليه الكبر؟ لأن تصرفاتهم في الكبر بتبقى مش عجبانة. ارحموا أبائكم تبقى بسمة أمل على وجوهكم لما تكبروا وولادكم يعملوكوا حلو. شكرا والسلام عليكم.